بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل او مساء الفل على اختي وحبيبتي وامي اللي بتابعني في ميدان العتبه. وهقول لكم دلوقتي على عربيه كده بتبيع لبس البنات حلو قوي قوي قوي، من سن مثلا قولي 10 سنين لحد الجامعات، عندهم حاجات حلوه قوي 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 والاسعار بتاعتهم حلوه جدا. فين بقى؟ بص يا كابتن، قول لهم كده العنوان بتاع العربية بتاعتك كده بالتفصيل، يعني قدام ايه مثلا او هينزلهم ده؟ اول شارع الجيش. اول شارع الجيش، بصوا ده الكوبري اهو، وهنا كده اول شارع الجيش. ماشي، قول وريهم بقى كده الحاجات بتاعتك. اطلع على الاستاد بره، بصوا كده ده كده اهو. ده سعره كام؟ 75 جنيه. ده سعره 75 جنيه اهو، وفي منه طبعا الوان. طيب فرجنا ديت كده، افتحها كده، بصوا كده ديت برضو، وفيها كمان من على الكم من هنا فيها اللي هو الترتر اللي هو بيروح كده يبقى لون، وكده بيبقى لون. سعرها 125 جنيه برضو، وفي منها برضو الوان شكلها حلو قوي، والخامه بتاعتها حلوه، ومن جوه كمان متبطنه. وعنده كمان اللي هي اسمه ايه الجاكيت ده، ولا جاكيت فرو اهو قط، هو في منه الالوان، في اللي هو اللون الكشمير ده، وفي منه الاسود، وفي كمان اللي هو الذهبي دوت والبني والنبيتي. عنده حاجات حلوه قوي. بصوا كمان دوت التيشيرت دوت اهو، ده كده شكله، في كمان كتابه من هنا كده، في برضو الالوان بتاعته، وفوق بقى اللي هي التيشيرتات اللي هي الكاب اللي نازله جديده ديت. بصوا كمان في من هنا اللون اللي هو الاصفر دوت او المسترد، لون المسترد بس هي عشان الاضاءه بس اهو. ده كده شكله برضو ب 75 دوت، ب 75 جنيه. في برضو اللي هي اللي تحت ديت، وعنده كمان الستايل دوت كده. بصوا استنى اوريه لكم، بصوا كده ده كده شكله. ده سعره كام؟ ده سعره كام؟ 65 جنيه. شكله حلو وطوله كمان حلو، في منه الوان دوت، في منه الوان دوت اهو زي ما انتم شايفين كده شكله. وكمان عنده ال دوت كده اهو، بصوا دوت برضو شكله حلو قوي. ده بكام ده؟ ده ب 120 جنيه، لونين مع بعض كده، وفي في النص سوسته، ومن ورا كله لون واحد اهو. يلبس كده ايه لحد 90 كيلو مثلا؟ يلبس لحد 90 كيلو، الحاجات اللي هي بتاعت الجامعات وكده. هنروح بره على الاستاند ونتفرج على الحاجه اللي على الاستاند ده بره. هو بصوا قدامه القوات المسلحه اللي هو منفذ بيع القوات المسلحه. في كمان الشكل دوت كده اهو، بصوا الشكل دوت كده. بكام دوت؟ ده ب 110 اهو، برضو طويل، وفي برضو من هنا كده على الصدر ترتر بس مش بيتحرك، ماسك كده شكله حلو. وعنده كمان اللي هي ديت اهي، البلوزه ديت ولا البادي دوت اهو. في بقى الشغل اللي فيه اللي هو على الكم بس اهو، ده كده الشغل اللي فيه على الكم بس، في رسمة زي الأرنوبة كده وليها قطتين زي ما انتوا شايفينها كده. في كمان بقى على الستاند، دي بقى الحاجات اللي هي على الستاند عنده، عنده اللي هي الشكل دوت كده عليها القطة، وفي كمان منها ألوان، كل دي كده الألوان بتاعته. وعنده ديت هو الرينج، السعر بتاعه بيبدأ من 65 جنيه وانت طالعة بقى. في كمان ديت الشكل دوت كده، وجاي من هنا كده الكم مقسوم اتنين، وفي ترتر اهو بالشكل دوت كده. في كمان الشكل دوت، بصوا في الشكل دوت برضو شكله حلو قوي، اللون اللي هو الكشمير اهو. في كمان ديت برضو اللي هي بيبقى مرسوم عليها كده، والطبعه بتاعتها حلوه قوي على فكره، مش الطبعه اللي هي بتشال في الغسيل، وفيها الفصوص ديت لازقه كبس مش متخيطه عشان تقع، لا كبس. في كمان الرسمه ديت اهي، في كمان الرسمه ديت، ده سعره 75 جنيه. في كمان ديت، بصوا عنده كمان الشكل دوت كده اهو، طويل دوت بس ده خفيف شويه عن التانيين. ودوت اللي احنا صورناه جوه اهو،
في كمان هنا ايه بقى، في الاشكال ديت برضو، الشكل اللي هو ده زيتي ده، مش عارفه واضح لكم بقى ولا لا، استنوا كده اهو كده واضح لكم، ده شكله زيتي قصير شويه وما فيهوش قمر من تحت، يعني ما فيهوش اسوره كده عشان تبقى ماسكه. في كمان اه دي زي اللي احنا شفناها جوه، بس دي لونها مسترده، الثانيه كانت رمادي. وعنده كمان الشكل دوت كده، بصوا بصوا الشكل دوت كده اهو، شكله حلو قوي دوت ب 120 جنيه. الخامة بتاعته حلوة ومش تقيلة قوي ومش خفيفة قوي، وحاسه اللي هو بيلبس لحد مثلا 100 كيلو كده، يعني شايفاه اللي هو واسعة وليها جيبين وسوستة. بصوا دوت برضو ده زي اللي احنا شفناه جوه بس لون تاني، التاني كان مستردة في ابيض، ده كحلي في ابيض. دوت كله بقى حتة واحدة كده لون رمادي، في منه الالوان كلها برضو والاحمر، وعنده النبيتي دوت كده اهو. في هنا كمان بصوا ده شكل تاني برضو زي اللي احنا شفناه في الاول، وفي ديت برضو شكلها حلو قوي. بصوا ده كده الرسمه اللي عليها، دي زي كب كده من تحت قصيره وليها من هنا رباط بيتربط بيها اهو. دي كده اشكالها، كل ديت الحاجات اللي هي الكب دي اشكالهم كده اهو، قصيرين للناس بقى اللي هي بتحب الحاجات القصيره زي ما انتم شايفين كده. بصوا ده كده اللون الاحمر، وفي من هنا كمان اللون النبيتي دوت اهو قصير برضو، بس بقى مش بيتربط فيها من تحت من هنا قمر زي التانية. في اللي هو بتاع المدرسة دوت، لو انت مثلا عايزة للمدرسة اهو برضو ب75 جنيه بسوستة وليه جيبين زي بتاع المدرسة بالظبط، بل هو ناعم قوي وحاسة اللي هو تقيل كده شوية. بصوا هو هيقول لكم دلوقتي العنوان بتاعه واقف قدام محل ايه بالظبط عشان الناس اللي هتيجي تيجي عليه، اول شارع الجيش، في حي علامه مميزه او اسمك او اي حاجه قصاد قصاد، بصوا قصاد المسك قصاد اللي هي اول شارع الجيش، اول ما تنزلي هتلاقي بصي الطريق اهو قدامك اهي، هو كده واقف تحت اليافطه ديت على طول، يعني دي اكتر حاجه علامه مميزه اهو ماشي. بصوا هو عنده الالوان كلها من كل حاجه، بصي كل حاجه ليها الالوان بتاعتها، يعني مش هتحتاري في الالوان ولا اي حاجه. بصي زي ما انت شايفه كده اهو كل حاجه الالوان بتاعتها اهي، بصوا ده كده الالوان المستردة والزيتي والنبيتي والحاجات ديت كلها، اللون اللي هو ايه الكشمير واللبني دوت حلو قوي برضو. بصوا كمان عنده بناطيل جينز كده برضو تبعه حاجات اطفالي اهو بالشكل دوت كده. قول لي طب سعرهم ايه؟ طيب بسرعه كده، من 75 يعني الصغير اللي قدامي دوت يلبس ايه سنتين ده بكام؟ 75 جنيه اللي يلبس سنتين دوت اهو، واللي جنبيه دوت الاطفال كله سعره واحد 75 جنيه، وانت طالع بقى السعر بيزيد صح؟ كل ما السن بيزيد شويه كل ما السعر بيزيد اهو. ده في منه اشكال اهي كده زي ما انتم شايفينها، الجنس اللي هو بيتمط مش الجنس اللي هو العادي، بص زي ما انتم شايفينه كده شكله حلو قوي اهو، 65 جنيه لبس سنتين. وفي عنده عندك لحد سن كام؟ لحد الحريمي، لحد الحريمي يعني لحد كمان الحريمي. بص دوت اللي هو فيه منه الساده اهو شكله حلو قوي، وكمان المميز فيه اللي هو مش بسوستة بأستر اهو. وفي كمان الرسمة ديت اهي برضو اللي هو الجنس بقى اللي هو تحس اللي هو مدي على تلج شوية ومن تحت فيها شراشيب، انت وذوقك بقى. هو برضو واقف جنب العربية اللي جنبيه اهو، ده كده الفرشة بتاعته، وبرضو فوق اليافطة وتبعك دوت برضو، وعنده برضو الفساتين واللي هي الحاجات اللي هي الحريمي ديت اهو، عنده الحاجات ديت برضه بس دي خفيفه شويه، هتحس ان هي صيفي كده شويه مش عارفه بقى، شايفاها مش حلوه بصراحه، شايفه الحاجات التانيه هي الاحلى هي والبناطيل الجينز بس كده. ده الجوله بتاعتنا.